السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا فيديو جديد، عندنا جهاز ايفون 6 بلس، جهاز مسكر اي كلاود، بدنا نفتحه بالأداة المجانية روم اف دبليو. حطيت لك رابط في الوصف لتحميل الأداة مجانية بالكامل من صاحب الأداة، وبتمشي نفس الخطوات وإن شاء الله راح يفتح معك التليفون. التليفون طبعا على آخر إصدار له 15.8، ما في له اي تحديثات بعد. اول شيء بنرفعه لاخر اصدار موجود، بعدها بنبلش خطوات. يا ريت لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نفتح الاداه بالشكل هذا، اداه شرحتها في الفيديوهات السابقه طريقه تحميلها وجميع تحديثاتها. فتحنا الأداة بالشكل هذا، بعدها مباشرة بنختار الخيار الأول. بعد ما فتحت معنا الأداة، جهاز مشبوك في وضع تشغيل، يعني الجهاز شغال. نعمل تشيك ديفايس. نورمال مود كونكتد، بعدها بنختار كرييت اكتيفيشن اي او اس نو سيريال نمبر، اخذ وخلص. هلا بحكي لك دخله بوضع الديفيو مود. خلينا هون نفتح تعريفات، خليها دائما تكون فاتحه معنا واحنا مشغلين عشان الناس اللي عنده مشكلة بالتعريفات يعرف المشكلة عنده. زي ما انتم شايفين تعريف الجهاز هون شابك. هلا بدي ادخل الجهاز في وضع الديفيو مود. ما راح ادخله مباشرة على وضع الديفيو مود، اول شيء راح ادخله على وضع الريكفري مود. بطفي التليفون، بسحب الكيبل، بنتظر لغاية ما اتاكد انه طفى الجهاز. بعدها بضغط على الهوم وبشبك الكيبل وبنتظر. هيك الجهاز دخل في وضع الريكفري. هلا الخطوه الثانيه اني انقله من وضع الريكفري لوضع الديفيو مود. ضروري تعمل هاي الخطوه من وضع الريكفري لوضع الديفيو مود. ليش؟ عشان ما يعطيك فيلد ويعطيك اخطاء خلال عملية التنزيل. نضغط خفض الصوت والباور والهوم مع بعض. لما يطفي الجهاز بستنى شوي، بعدين برفع ايدي وبظل ضاغط على الهوم. بس بضل شوي، بعدها بضغط على الهوم، بضل ضاغط عليها لغاية ما يدخل في وضع الديفيو مود. زي ما انتم شايفين هنا دخل في وضع الديفيو مود من بعد وضع الريكفري. هاي هي الطريقة الصحيحة 100%. نرجع، طبعا الشاشة السوداء هون ما راح يعطيك أي شيء. تعمل تشيك ديفايس. أنا بحاول أشرح لكم كل جهاز نوعه زي ما طلبتوا مني، إنه مع إنه شرحت إنه كل الأجهزة نفس الخطوات، ولكن هيك أنتم حابين، إحنا يعني زي ما أنتم حابين هي نسوي. بعد ما فعل الخيار واعطاني بوت ديفايس 15/16 اصداره 15.8، فراح اختار من 12/15. طبعا انتم ملاحظين يعني لما يبلش شغل راح يصير الجهاز يفصل ويشبك. بدك تتاكد تعريفاتك 100%. هاي العمليات خطوات انتقالات بين الاوضاع عشان تتم عمليه الفك. نلاحظ عليه انه بنتقل خلال عملية التعريف.
زي ما شايفين الجهاز بلش يعطي. تتم العملية 100%. نعمل الخطوة التالية، وانا اعطاني اوكي وخلص. اضغط عليها بعدها مباشرة اتوجه لهالو اكتف اي او اس. اضغط عليها وبنتظر. طبعا هاي الطريقة ناجحة من جهاز ايفون 6S لغاية جهاز اكس. راح اشرح نفس الطريقة في كل جهاز بيشتغلوا على ثلاث ادوات مجانية اللي مشتغل عليها، وعلى ادتين مدفوعة برضو راح اشرحهم على كل ادوات كل جهاز ان شاء الله. اعطاني ديفايس سكسسفولي اكتيفيت. هيك تمت العملية. ننتظر للجهاز يفتح. زي ما انتم ملاحظين الجهاز اشتغل. اعطى عنا هنا بالنسبة للاي كلاود زي ما انتم شايفين على الشاشة no jailbreak activate yes off off بالنسبة للديتيلز. رابط التحميل راح اترك لك اياه بالوصف. ندخل مباشرة على، طبعا هون بتقدر تضيف تشبك واي فاي، بتضيف هون حسابك الجديد وبتشتغل على التليفون بشكل رسمي ولا في عندك اي مشاكل. بالنسبة للتحميل راح اترك لك رابط في الوصف، وفي عندك هون فيديوهات بترجع لها لعملية يعني للأجهزة. في عندك هون الفيديوهات موجودة داخل القناة، تنزيل الأداء، هون شرح تسجيل الدخول، عندك هون برضو الإصدار 17، هون برضو الآيفون 7، وهون برضو هاي آخر نسخة. طبعا جميع الروابط محدثة داخل الأداء، يعني أي تحديث بيصير بحدثه حتى على إصدارات الفيديوهات القديمة. وعندك هون شرح كامل، وكمان بالأجهزة يعني حتى الأخطاء اللي بتيجي عندك هون برضو شارح طريقة حل الأجهزة. وفيديو مبارح كان اللي هو تخطي حساب الاي كلاود لايفون 7 بلس مع تشغيل الشبكة للأجهزة اللي عليها رمز. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نراكم في الفيديو القادم. ياريت يكون في تفاعل، ولا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.